متألق ظل الرئيس النهارده مكتسح في 2007. الحمد لله، ده كرم ربنا، وكل عناصر تعبت وكلنا تعبنا، شركه انتاج واخراج وتاليف وممثلين وياسر جلشل طبعا المسلسل على عاتقه وعلى كتفه زي ما بيقول. الحمد لله انا فرحان بتكريم مؤسسه الاهرام، لان احنا كلنا بنبقى زي ما بيقولوا واحنا صغيرين كده، الاهرام ده حلم. يعني انا زي ما قرب محمد رمضان قال الجمله دي السنه اللي فاتت، وانا ابويا قالها لي برده نفس الجمله، لما يطلع لك خبر في الاهرام تبقى انت معتمد، ما طلعلكش خبر في الاهرام فانت مش معتمد. فاحنا بالنسبه لنا الجريده القوميه، المؤسسه القوميه الكبيره دي قوي، ده شرف لينا وفخر لينا كلنا طبعا. يعني شايف ازاي فنون مصر بشكل عام، وشايف ان هي بتقدم فعلا وجوه جديده وبتقدم نجوم اصلا في المنطقه؟ انا بقول دايما، بكتبها حتى على السوشيال ميديا، بقول فنون مصر هي ماركه مسجله للنجاح. لما بتبقى جيلك ورق من فنون مصر انت واثق تماما انك ناجح، واثق ان تماما انك هتقدم حاجه مهمه. اعتقد دي حاجه بقت نتيجه مجهود كبير وناس كتير، نتمنى ان احنا نستمر في هذا ان شاء الله. يعتمدوا على ايهاب جلاء، ايهاب استاذ ايهاب فهمي كان معلش يعني بيعتمدوا عليك بشكل اساسي في اعمالهم، الاب الروحي مكسر الدنيا ومن ظل الرئيس. بص، مش مساله بيعتمدوا عليا ما بيعتمدوش عليا، مساله ان احنا ناس اصحاب واخوات وبنشتغل في المطبخ. انا ما اشتغلتش مع عمتر لطفي وما اشتغلتش معاهم استاذ محمود راس الغول، يعني الدور بينادي صاحبه ملوش علاقه باي حاجه، بس هم انا اتشرف ان انا بشتغل معاهم. المطبخ دلوقتي على شده في النقابه، الانتخابات قربت يومين. نتمنى كل اللي انا تجديد نصفي مش معاهم لسه، قدامي سنتين، اتمنى ان اكون لما ينتهي السنتين اكون قدمت كل التجربه على مستوى 4 سنوات. كل زمايلي النازلين من ضمنهم النجم احمد سلامه، نتمنى الفوز والتوفيق لكل اصدقائنا، لان في النهايه هم هيرسموا خريطه الفن الجايه على الاقل السنتين الجايه. بتحضر ليه دلوقتي؟ انا بعمل فيلم كارما استاذ خالد يوسف، وبعمل فيلم الثوره والغضب استاذ محمد سامي، وبعمل فيلم اهل الكهف مع الاستاذ امير شوقي، وبحضر الاب الروحي جزء تاني ان شاء الله، ونتمنى تبقى سنه كويسه.